لكم ولسه مكملين معاكم في الحلقه السبيشال دي من الليله دي. ودلوقتي جه وقت استضيف نجم الليله دي. نجم الليله دي هو الممثل الوحيد في عيله فيها تقريبا 80 محامي. وعشان يجاملهم قرر انه يبقى محامي خلع. ما تعرفش بقى هو كوميديان، سياسي، شعبي ولا ابن زوات. ما حدش كده عارف له ماسكه. ضيفي هيكون اخر ضيف ليا في سنه 2015 طبعا. رحبوا معايا بالنجم الكبير هاني رمزي. ده ليا؟ لا مش هدية راس السنة. لا اتفضل. يعني أنا قلت، أنا قلت هتخاف. لو هدية راس السنة هبقى فرحان بيها جدا بجد والله. بتحبك أحلى حاجة في حياتي. ما أنت شكله يخض. لا بس شكلها عشان بس لو سمحت عشان ما نجرحش. لا بس قوي. اتفضل. هي طبعا كل معروف. سنة وأنت طيبة وكل سنة كل الناس طيبين وأنت طيب يا رب. تبقى سنة سعيدة يا رب بجد. نفسنا نفرح ونفسنا نلاقي الناس كلها مبسوطة يا رب. في نفسه أي حاجة ربنا يحققها له يا رب. يا رب يا رب إن شاء الله. ومنورنا في آخر أيام 2015. وكنت معانا بابا نويل دلوقتي ووزعت هدايا وعملت جو جامد قوي. إيه أخبار سانتا كلوس معاكوا إيه؟ كان كويس يعني؟ كان جميل. كانت مفاجأة جميلة. أهلا بيك يا هاني. ولا لازم أقول أستاذ هاني؟ هاني طبعا. علشان بس اصل انتم عائلتكم فيها محامين كتير قوي. هضطر اقول لك يا استاذه وهضطر اقول لك يا مدام. لا اخاف ترفع عليا قضيه ولا حاجه. انتوا عائلتكم كلها محامين. مش احنا خالص. لا دي ناس طيبه قوي بجد والله. قول لي بقى، ممكن موضوع ان انتوا عائلتكم فيها ما شاء الله محامين مستشارين، العيله كلها مستشارين. ده ممكن بيخليك سهل قوي ترفع قضيه على حد ولا بتبعد عن المشاكل؟ انت عندك بقى ظهر ما شاء الله. انا عمري ما رفعت قضيه لحد غير مره واحده. قفلت قناه من الاخر. ايه؟ قفلت قناه. بالظبط. دي بس كانت المره الوحيده. دي المره الوحيده، عمري في حياتي تصدقيني ما حصلش يعني. ايه رايك نشوف الصور دي معانا ونكمل كلامنا عليها؟ يلا. ده مين ده؟ عسل. شفت؟ يا اختي كوميلا. مين ده؟ خلي الناس تعرف مين اللي انت بتدلعه قوي ده. بجد؟ طب عايز اقول لك هو شبهي؟ طبعا. ولا اتغيرت؟ لا اتغيرت بصراحه. انتوا عارفين ده انا وانا صغير؟ شفت بقى شكلي؟ انا شايفه ايه يا بجد؟ يعني طب إيه ده انا بس. ده انا حاسه اني اتغيرت جدا. انا حاسه برضو. انا شفت من الصوره كده. ده انت وانت صغير. دي برضو صور ليك. بابا وماما وانا واختي. بس شفتي زمان كانت الازياء عامله ازاي؟ طبعا. انا بفرح قوي. الصور الرسميه دي بطل حد يعملها، كلنا بناخد سيلفي دلوقتي. ما حدش بطل خلاص. بطلنا نروح ناخد صور رسميه. جو الاستوديوهات تجيب البيبي بتاعك وتحمله سيلفي، عارف؟ دي بقت الصوره الرسميه بتاعتنا. اضيفك بقى ولا ايه؟ انا بحب جدا الحلويات. انت اخبارك ايه مع الرجيم والجو ده؟ الرجيم انا عامل رجيم وحارم نفسي من حاجات كتيره، بس النهارده مش معقوله هكسفك. طبعا ده احنا في الليله دي يا جماعه. ده احنا عامل رجيم. بتعمل انت قاسي على نفسك في الرجيم؟ طبعا ممكن اكيد. اقول اهو انا اخد ايه؟ هو طب بصي، دي بالمانجا ولا دي ايه؟ والله لا دي شكلها برقان. لا برقان. لا مش عايز برقان. طيب ايه؟ في فراوله؟ لا مش جايبين له حاجه بيحبها ليه يا جماعه؟ طب ناخد الباينابل. الباينابل اهي ادي. الاناناس. طب اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه. ايوه قول لي. ها اتفضل. خلاص احنا دخلنا على الحلو على طول. عايزاك بقى ايه تتعامل بقى في بقيه الحلقه ارجوك يعني. لا تمام. طيب انت ايه اخبارك مع النقد؟ النقاد؟ بتحب يعني بتستمع للنقد وبيأثر فيك والجو ده ولا لا؟ كان بيأثر فيا. كان بيأثر فيا جامد جدا. النقاد بيحبوك قوي، خاصة النقاد لا المهاجمين. في ناس والله، في ناس كويسة. في ناس حلوة قوي
وفي ناس شرسة جدا. زي مين؟ زي طارق الشناوي. مش يعني مع كان طارق ده كان حاجة لطيفة جدا وكان يعني كان كويس قوي. معرفش فجأة مقالاته وهجومه على أي فيلم وعلى أي حاجة أو بتاع بقى قاسي. وبقيت مستغرب ليه طيب بتعمل كده طارق؟ أو ليه بتقول كده؟ أو ليه إيه اللي هيعود عليك حاجة؟ بيتكلم عن سكر مر الأفضل وهاني رمزي فشل في تقديم الكوميديا. جامدة العبارة؟ دي أسهل حاجة قالها. دي أسهل حاجة. ده كده انت رجعت مؤدب تاني يا طارق. لا هو انا عايز اقولك لا هو كتب اكثر من كده. كتب اكثر من كده. وانا عمري في حياتي اروى ما رفعت سماعه التليفون وعاتبت حد ولا اقول له انت ليه كتبت كده ولا عملت كده، لغايه لما لقيته في مره كتب بما معناه يعني حاجه كانت قاسيه قوي يعني بصراحه مش عايز حتى يعني. فقابلته بالصدفه. قلت له في ايه رايك لو في ناقد كتب يعني على فنان لفظ زي ده؟ قال لي ياه معقوله؟ كان ناسي هو قال لي. قلت له انت قلت عليا كده؟ قال لي مستحيل. قلت له لا اوعى تقول مستحيل، انا عندي المقاله وشايلها عشان في يوم من الايام اطلعها قدام الناس اقول لهم هو ده نقد ولا سب وقصف ولا دعاء عليا بالموت ولا ده رغبه في الانتهاء ولا مش عارف ايه، ايه اللي جرى لك يا طارق؟ مش ده طارق الشناوي. وقعدت قلت له كده مش ده طارق الشناوي، المفروض تبقى موضوعي، المفروض تبقى زعل مني جدا جدا. والحقيقه اخر حاجه انا الله اعلم مش عارف ايه اللي حصل، اخر حاجه في فيلم نوم الثلاث. هو انتقدك ايه في نوم الثلاث؟ ادركت ان الراجل ده بيكتب ومفيش جواه حب. حسيتها، وطالما حسيتها فانا مش زعلان. لما يجي ينقدك ويقول لك انت وحشه ممكن انا احس من كتابته انه بيحبني. احترمه لانه باقي عليا ويقول لي انا اخطات في ايه. انما لما يكتب بقسوه واحس لا ان اصبح هناك نوع من انواع الكراهيه ونوع من انواع الضرب أو محاولة للوقيعة أو محاولة لسقوط هاني، وهنشر ده في التلفزيونات وهنشر ده في حتة وفي حتة وفي حتة. أيضا في معلش أنا مش قادر مش هتتبلع أصلا مش هتتبلع. في نقاد يعني أشيلهم فوق راسي كان منهم طارق الشناوي لغاية آخر مقالتين كده ما اتبسطتش خالص. حسيت ان لا في نوع من انواع التربص او ان بقى في كراهيه. وده اللي انا مستغربه. بس اقول لك على حاجه، يعني حتى لو طبعا موضوع الحب والكراهيه ده متوقف على الناس، بس احنا بنحبك وانا بقول لك يا سلام على حبي وحبك كمان. ايه رايك؟ ده انا يا سلام انا بحبك جدا. يا سلام على حبي وحبك، تيجي نغنيها سوا فريد لطرش وشادية؟ ايه رايك؟ طب يلا يلا نعمل ده. يا سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك ولا نشيل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك ولا كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك ولا كان على بالي أحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح، وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي مشغول بيكي، حبك حيرني وانا زي اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك، اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لاحبك،
خيالك جنب ليلادي، مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنب ليلادي، وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي. ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي، ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي، هولع في روحي يا قلبي وعنيا. لا من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك، من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح أمال أتريني بقيت فرحانة، عقبال كل العزال يتهنوا زي هنانا. شوف وشي اصفر زي من حبك، شوفي جفني احمر زي من حبك. هتعيش يا روحي معايا من ده حياتي ودنيتي، كفاية حب كفاية احسن يضر صحتي. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك، يا سلام شلل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. يا خرابي ده احنا كنا هنموت بعض من الحب. بص بما ان احنا بنتكلم عن الغنى، انت صعيدي وطبعا كنت اوقات بتروح اسكندريه، كان ليكوا اهلكم في اسكندريه صح ولا اتولدت في اسكندريه؟ والدتي من اسكندريه واتولدت في اسكندريه، والدي من المنيا. بالظبط. وكنت بتروح كتير قوي بيت جدك في الزمالك صح. اهم حاجه كانت في بيت الزمالك ده طبعا الست الست ام كلثوم. كانت جاره بيت جدك وقتها صح؟ بالظبط، هي الفيلا بتاعتها كده والعماره بتاعتنا كده على طول. اوكي. كانت بتجرش بقى عربياتها في الجراج عندنا في العماره. فكان جدي بقى مغرم وملهم و طبعا يعني دي الست يعني، فطبعا كانت تودي العربيات وكان بيرفض ياخد منها اي ايجار او اي حاجه لانه ما يصحش ياخد من ام كلثوم يعني فلوس يعني. وصدقيني كان احيانا بيضطر يركن هو عربياته بره ويخلي عربيات ام كلثوم جوه الجراج. الله، من حبه ليها. طب هو كان طبعا بيحب الست ام كلثوم جدا. انت كنت بتحب ايه بقى في الموضوع ده؟ انا كنت لسه صغير. ما كنتش كنت بتحب ايه في الموضوع ده؟ بصي انا ام كلثوم يعني بالنسبه لي الفيلا واسمها ام كلثوم والنسناس اللي عندها. ايوه. ام كلثوم كان عندها نسناس انا كنت احب اتفرج عليه جدا. اخاف اقرب له يعني، اخاف يعني بقول لك كنت طفل يعني حاجه زي ما انت شفتي كده يعني. لكن كل همي امتى النسناس ده يطلع، امتى يلعب شويه معاها، امتى الاقي الراجل بياكله يعني. ده كل يعني بيت ام كلثوم ده كله ما كانش يعنيني في اي حاجه لان كنت طفل، ولا حفلاتها ولا اي حاجه يعني. جدي مثلا كان حريص انه لازم يبقى موجود من المدعوين في حفلات ام كلثوم كده. انا بالنسبه لي اهم حاجه النسناس اللي عندها. العريس رقم 13. عريس 13. في حاجه كده ده انا كنت بحضره. طيب. وبعدين الحقيقه حصل شويه لعبكه في السوق وكده فتاجل. وكنا بادئين متاخر قوي. وكان المفروض اعمله السنه اللي فاتت بقى طالما انه اتاجل وكده، وبس انا اتعرض عليا البرنامج بتاع هبوط اضطراري. فحصل في ناس بيقولوا انه هو كانت فكره المسلسل ده انه اسقط على الزوج رقم 13. بالظبط ده فعلا كده. انت طالع في دور عريس، طالع في دور عريس اللي هو رقم 13، و والزوجه هي اللي يعني هي اللي اتجوزت 13 مره. اسالك سؤال ما تزعلش منه. انا مش هزعل منك خالص، ربنا يخليك. هاني رمزي، انت مواليد 26 اكتوبر مظبوط؟ سنه 64. يعني تقريبا في الخمسينات.
أوائل. خليكي لطيفة كده. خليكي لطيفة. أوائل الخمسينات. لأنه في نقد شوية من بعض الناس إنه مثلا أنت دلوقتي بتقولي كنت هتعمل دور عريس، طب ينفع هو الراجل بيتجوز في أي عمر؟ بس إيه مصداقية ده؟ اللي مثلا يكون الفنان في سن معين ودايما يعمل مثلا دور لسه واحد بيحب واحد بيتجوز، ايه مصداقية ده في رايك؟ لازم الواحد يعيش سنه بعد كده. يعني الطبيعي ان لازم نعيش سننا بعد كده، لكن هل ده مكتوب انه اتاخر في الجواز ولا مش مكتوب؟ يعني لازم يبقى متعلق صح، لازم يبقى الدراما ماشيه صح، لكن انا لسه عريس وطالع مش عارف ايه وبعمل، لا لازم يبقى فيه يعني مبرر انه مثلا هيتجوز وهو عنده 50 سنه. بس على فكره مش باين عليك شكلك قوي ده ان انت في اوائل الخمسينات، بس عشان انا بقول بحبك بحبك يا اروى. عشان ابقى منصفه الحقيقه. وعلى الاساس ده ايه رايك لنادي حابين يكرموه جايبين لك هديه تكريميه عظيمه؟ اتفضل حضرتك، دي الهديه دي يا الاستاذ. انت بقيت تضايق من التكريم بالوردة اساسا. انت فكرتيني بحاجة. ايوه ده المقصود طبعا. يا مقصودة ها؟ طبعا اكيد. عشان تحكي لي حكاية التكريم بوردة ده، احكي لي. ذكريات. بص يا اروى، انا دعيت لمهرجان في دولة كبيرة جدا. مش هتقول لي طبعا اسم الدولة. معلش خلينا متحفظين عشان الدول بتزعم من بعضيها بشكل غير عادي الايام دي. فهيقولوا ايه بقى؟ يعني هم كتر خيرهم اولا، يعني مش هيبقى هاني رمزي بقى السبب. يعني المسألة بس انا فرحت بشكل غير عادي لان ده تكريم من دولة كبيرة، يعني مش حاجة سهلة يعني. والحقيقة عرفت كمان ان من المكرمين معايا الله يرحمه الاستاذ نور الشريف. نعم. هاني شاكر. أسامي طبعا. محمد منير. و و و و وكان في نجوم كتير حقيقة، وكان معايا أنا ومنة شلبي كنا بنتكرم من النجوم الشباب، وكان معانا المخرج خالد يوسف وكده يعني. فأنا بقى الحقيقة يعني الطيران من مصر للبلد ديت مرة كل أسبوع، في نفس الوقت مفيش انترتينمنت قوي يعني الواحد يعني يقدر يعمله، بقيتش عارف اعمل حاجه. فقعدت اسبوع الحقيقه، اسبوع مستنيين التكريم بقى، مفيش اي حاجه، ومستني اخر يوم علشان التكريم ونسافر بعد كده. وخلاص جه ليله التكريم بقى. ليله التكريم بقى دي اللحظه اللي انا مستنيها بقى لي اسبوع. المهم يا ستي، انا طلعت على الحفله، لقينا كم قنوات فضائيه وكم وكالات انباء. حلو. والسجاده الحمراء وموسيقى في استقبال كل نجم ومش عارف ايه وحاجات وبتاعه، جو استقبال رهيب. اول واحد طلع يتكرم الفنان نور الشريف، سقفه رهيبه كده برضه. الله يرحمه يعني. الله يرحمه. فعلا عظيم يعني. أوكي. مهم طلع استقبلته مين بقى؟ مين راح تستقبله؟ وزيره الثقافه بقى هناك. فرحت استقبله سلم عليها وكده وبتاع، وبعدين في انتظار بقى ان تسلموا الدرع او الكاس او التمثال او اي حاجه، فلقينا مزيكا ددددن. لقينا بالظبط الراجل ده بالمخده دي الورده دي، راحت خدت الورده اديتها لنور الشريف. نفس المخدة نفس الوقت، نفس لا درع بقى ولا شهادة ولا أي حاجة، يعني قعدوا الأسبوع ده ولا أي حاجة في الموضوع. لا أنا قلت دي حاجة كده يعني. وانت راجع يعني في مبدئيا كويس مستني في درع في شهادة في أي حاجة. مفيش حاجة خالص. وأنا جات لي كريز الضحك. فابتديت عينيا تدمع جامد ومش قادر أستوعب إيه اللي بيحصل لي. والناحية التانية جنبي خالد يوسف يقول هاني أرجوك تماسك. أقول له مش قادر مش قادر. وهاني أرجوك اعمل معروف. قلت له مش قادر يا خالد مش قادر. المهم قالوا الفنان هاني رمزي. فأول ما طلعت لقيت نفسي ودموع. قعدت تضحك ولا تأثر الناس بقى افتكرت إيه؟ إن أنا متأثر بالتكريم. بالتكريم. أنت بتضحك على موضوع الوردة. ولقيت بقى كم فلاشات تك 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 تك
اللي هو وانا ابص كده ودول تك 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 اللي هو بقى ايه. فالست وزيرة الثقافة افتكرت ان انا متأثر ومش قادر استحمل ان ده يعني حاجة كبيرة عليا وكده، فراحت خدتني في حضنها وقعدت تطبطب عليا وانا قاعد اقول بصي. ايه رايك بما ان احنا في حلقه مخصوصه من الليله دي في توديع 2015، ايه رايك نودعها بانغام حلوه؟ يا ريت. واكيد الانغام دي هتعملها لنا عازفه الكمانجه المحترفه جويل سعاده. تعالي جويل اهنيكي، امشي بقى خلاص.